بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. يقول مولانا: فمن يرد الله، إذا كان ربي يقدر لك، فمن يرد الله، قدر لا إرادة إلا إرادته، أنا يا عبدي أنت تريد وأنا أريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هذا جزء من حديث قدسي. ولهذا أنت مؤمن أو غير مؤمن تقول أريد. عندنا عدة آيات خاصة في سورة الكهف اللي ما تقول أنا أريد إلا ما تقول إن شاء الله. وهذه تعليمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإحنا تابعين له لابد أن نقول إن شاء الله قبل أي تفكير في أي برنامج.